واش لافامي السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في الفلوق جديد. هو حمزه معنا هنايا. يا تحيه خاصه. السلام عليكم مهم الدراري. مرحبا بكم في الفلوق هذا. كيف شوف العنوان غادي نمشي ناخذها. شناهي المهم غتعرفوا شناهي معايا في الفيديو هذا. غنمشي ناخذ الدابه اللي قلت لكم شحال هذه الحبيبه ضروري. غنخليكم واحد اللقطه كنت قلتها لكم في واحد الفلوق شحال هذه فاش كان صاحبي ياسين شرا واحد الموطور. قلت لكم غناخذ واحد الدابه اللي عقلتو شوفوها الدراري. حنا يلا وصلنا نوريكم الدابه. هيا ديال ياسين. الو الو صافا واي صافا فوالا. هي هادي اللي قلت لكم. دونك غادي نشوفوا المراحل كيفاش غادي ناخذها ونشوفوها كي جات. خليكم معايا. كيقطعوا لنا الاغصان انتما كيحيدوا لنا الشجر. المهم الخوت خليكم معايا ما تشوفين سيرتو انا في اخر في الاخر ديال الفيديو باغي نهضر معاكم ان شاء الله. باغي نقول لكم واحد الهضره فريمون من القلب. المهم نهضروا ان شاء الله. نمشيو مجموعين دابا نشوفوا هادشي. فوالا الخوت راه يلاه ساك. حنا يلاه وصلنا. هايا تلقاو هنايا الاس اكي تاع كيبيك. عاد ليكم فوالا فوالا صف. المهم الخوت فوالا كيف شفتو معانا مشيت للبنكة مشيت للمورازنة الاس اكي باش نقاد واحد اللعيبات وطلبات مني لا ريزيدونس بيرمانونت يعني لاكارت ديال لا ريزيدونس عندي في تورونتو ما عنديش هنايا. وزعموني الدراري قالك والله تمشي معانا تورونتو اون باسون بان لكم موعد ما كانش معانا قبيله هو موعد غيمشي معانا. حمزة البوغوس تا هو هنا. كاين فين غادي يمشيو؟ طريق لطورونتو. ما كاين دابا عفات لطورونتو. شحال الساعة؟ 8 8 الليل عاد نشطو طريق لطورونتو. 600 كيلومتر. 600 كيلومتر نو ستوب نمشيو ونجيبو لاكارت وغادي نضربو شي بحيرة خفيفة ولا شي لعبة ونفوار شكون شنو غنديرو ديك الساعة في الصباح. تحية خاصة صحاب كرواسة. حتى غاتمشي معانا هذاك اونتي ميديا كيبغيش يبان العشير ديالنا وغنرجعو إن شاء الله تعالى ونشطو طريق لموريال. المهم شرية فيها مغامرة فيها كل شيء. كنا غادي نشريو غنصدقو في البحر غنصدقو في طورونتو نصدقو هنا نصدقو هنا. عيشوا معنا هذه المغامرة. تشرب ما دير تعبئه وتحنا ناخذ شي قهوه وداكشي. باقي لنا شي 457 كيلومتر ان شاء الله تعالى غادي نضربوها. مو باقي الطريق طويله ما عرفنا حنا هاد المغامره فين نخرجوا فيها حتى الاخر. المهم غتعيشوا معايا المغامره وغتكون شي حاجه ان شاء الله مزيانه. يلا نكملوا الطريق يلا يلا نكملوا. احنا الخوت يلا وصلنا دابا. الله يلا ريت ستاسيونيت. حنا يلا وصلنا الدار ديال الخوادري راه هي فوق. شحال الساعه؟ هاي جوج و 12 دقيقة. يلا وصلنا. هاني هاني بخير. الرجال هما اللعابة راه هي مغامرة باقا غادا وشوف فين غنوصلو حنا بهادشي كامل ان شاء الله. اخوان صباح الخير عليكم. احنا جينا هنايا البارحة كشتونا ريحنا هذا الصباح هذا وكنا نوريكم الفنون ديال هاد الفلوق هذا كامل. نوريكم الفنون ديال هاد الفلوق هذا بلاتي. رزان رزان كتقلب على ماما. الياس دير باي باي دير باي باي. سي هاي قول لهم سلام سلام. ديروا فلايكس لا فلايكس ودير هانز. رزان دي او عمو. المهم الخوت هذا يلا الصباح يلا فقنا. باقا المغامره طويله ما عرفنا فين غادي نوصلوا بهذا لاشا. بغينا نمشي نشري وزقنا هنا وهنا 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 وحنا غاديين. دير باي باي سي هاي سي هاي. هادشي اللي كاين. رزان مياو. الياس يلاه بوس عمي. لا واش بوسني واش بوسني نبوسك. رزان دي اوا 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 عمو. الله احنا الخوت جينا هنايا طرونطو شويه نسركلو. عتقينا راسنا في تورونتو كندورو في السونتر فيل. ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو على تورونتو هنايا. ضربت تقريبا شي عامين ونص وانا عايش هنايا.
المهم نتسركلو شويه طورونطو ما حد جيت هنايا يعني نوريكم شي لقطات فيها حتى شي مره الا بغيتو ندير لكم على فلوق ندير لكم على شي فلوق ان شاء الله تعالى. وغادي ندورو جميع وكذا نشوفو شويه طورونطو شويه في السونتر هنايا نخلقوها ومورا نرجعو ان شاء الله لمونريال. كنا بغينا نمشيو نتبحرو ساعة الجو ما زوينش كي انونسينا انا غادي طيح الشتا غتصوب الشتا غطيح الشتا طيح عندك طيح غتصوب الشتا من دابا واحد الساعة ونص ولا ساعتين ان شاء الله. دونك صافي بلاش اصلا محرك شوية البرد وخا ديك الشميشة ضاربة ولكن غير كتهيب علينا وصافي ياك اخي. اوف كورس نو يو اوه يو سبيك انجلش يو ابريشيت ات ذاتس فاين يس فاين ذاتس فاين ذاتس جود ذاتس جود سبيك انجلش. المهم الخوش نتسركلو شوية فوالا الخوت هاو السين تاور تاو هنايا طويل هاو لي كواريوم هنايا الخوت ندير لكم على شي فلوق بوحدو ان شاء الله تعالى مرة اخرى. الحوت لداخل البيبي ديال القارش الرايات تقدر تلقي سابيتك وفيها با مال تشوز افير تنوري عليكم ذاتس فاين ذاتس اوكي نوري عليكم ان شاء الله. المهم تندير لكم شي فلوق هنايا خاص بطورونطو مزيان ان شاء الله. لا بغيتو خليو لي في كومونتير طورونطو زنقة خليها لاخر نوري عليكم كامل ان شاء الله. بصراحة فغي محافظ طورونطو مزيان نوري عليكم. المهم نكملوا المغامرة ديالنا لا باقا شي حاجة افير واش الرجال. المهم الخوت باش كتسمعوني ولا لا المغامرة مازال طويلة. طلعنا هنا في الطاكسي وار خالقينا اللي شو كلشي بيس غادي لواحد الجزيرة هنايا نبقاو خالقين وفي وصلنا نوصلو هاد الفلوق ما عرفتش فين غيوصل طورونطو راه هي مورانا الخوت وحنا غاديين وتحية خاصة ليكم كاملين. واش الخوت صباح الخير عليكم. المهم الخوت راه اليوم الخميس عرفتي من الثلاث الاربعاء خميس ما نعرفش شو عيني كي دايرين طافين حمزة نسينا البارح من طورونطو والله ما قدرت نفلوقي لكم في الليل صافي زيد يلا درنا التعبئه ولا النعاس وعلى صف عرفتي يلا شي دابا لاصاك عاوتاني هنايا باش نجيبو هاد الدابه هادي نوريكم واحد لافيل قداش بلاش نقلب كاميرا. شوف معايا الخوت واحد الصف لا 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 يا ربي نكون عا كنحلم اه ها 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 ودي الله يصاوب لا بغيتش قهوه والله لا واه حتى الناس قرب. المهم الخوت عشان الجو راه كاين البرد الجاكيط انا يا مجوكط واو واو. المهم حنا باقيين مطولين في هذه المغامره والله الا عييت وحق الله صاوب الله. وانا الخوت انا يلا خرجت دابا هذه الثلاثه من 11 ديال الصباح حتى الثلاثة الحمد لله قضيت لافير كلشي ناضي كنادي الوريقات المسائل. دابا غادي نمشيو نشوفو الدابه راه مستاسيونيا في الكراج غنمشي ناخذها ان شاء الله. انا الخوت احنا يلا وصلنا نوريكم دابا الدابه وقولوا لي كي جاتكم حتى نتوما خليو في كومونتير كيفاش جاتكم وكلشي ان شاء الله تعالى. انا ندور لكم انا الكاميرا نوريكم كلشي المسائل ولي هي هذه الخوت بولاريس لينك شوت. مهم هي نورمالمون هنا كتصاب بالستيل ديال الموتور يعني خاصك ضروري لي كاسك وكلشي نوريكم هذا هو القدام ديالها. الله الله الجناب المسائل فيها دو بلاص هي هادي الفريدة راه حمزة يو يو برو كاسكات كلشي خديت انا خديت لها لي كاس خديت لها كلشي شريتها بكلشي صافي وشريت لها الباج ديالها والمسائل صافي هنايا اللور من هنايا فوالا هادي هي الخوت هي الدابة. قولي في كومنتار كي جاتكم كي جاتكم ايوا على حمزة بصحة نعماس هادشي اللي كاين. انا ندير لها امار شنو نوريكم الطاقه ديالي كي دايره ان شاء الله. احنا الخوت الله بسم الله شوفوا هاد المسائل هادو هادشي اللي كاين الخوت حسام السلامه Thank you.
بعد البولاريس وكل شيء. المهم قلت لكم في البداية ديال الفيديو انا اللي باغي نهضر معاكم، والهضره اللي بغيت نقول لكم راه نقول لكم دابا ان شاء الله تعالى انه الحمد لله انا وصلت لواحد الاوبجيكتيف كان عندي، ولكن اوبجيكتيف حاجه كتخدم عليها، يعني الا عندكم شي هدف خدموا عليه. ما كنامنش انا في شي حاجه سميتها لي دريمز ولا الاحلام، ما كاينش احلام في الحياه، كاين اهداف. داك اللي كينعس وكيحلم هذاك اللي كيبقى غير كيحلم، ولكن خاصك تتفيق من النعاس وتخدم على الهدف ديالك وتقاتل على راسك باش توصل للاوبجيكتيف اللي تناوي عليه وباغي ان شاء الله في المستقبل. كتبقى حديده عادي، الله يعطيكم ما احسن منها ان شاء الله، ولا يرزقكم باش ما كتمناو باللي بغيتو غير هو بالعمل. الله سبحانه وتعالى ما غاديش يضيع اجر ديال شي واحد اللي عمل واحد العمل، عمل واحد الجهد وتراسى واحد لو بون شومان باش يخدم على الخدمه ديالو ويتقاتل على راسو. نتمنى ان اي واحد مثلا غادي يشوف هذا الفيديو هذا ماشي غير كاين غايقول اخونا صافي شرا ما عرفتش شنو هذا باغي يبين لينا باغي يدير باغي يفعل. قسم بالله اللي كنقول لكم كاين كل واحد كيعبر على الفرحه ديالو بالغوات ما عرفتش شنو هو. ما انا عندي عادي والله ما على بالي كاع، انا كان عندي اوبجيكتيف انا وصلت ليه الحمد لله، ولكن ما كنعرفش اصلا ما كنعرفش نعبر على الفرحه ديالي. ولكن يعني عوض ما الانسان كيبقى يقول مثلا واخونا شنو دار شنو دار، تحرك تخدم على راسك تقاتل على راسك اي حاجه زدتيها كلشي زعما من الخير، كلشي من هذا لوح ليا حتى لوح ما غاديش تخليني نكمل الفيديو. المهم كاين الانواع ديال البشر، كاينين كاين النوع الاول اللي ضارب الطم وساكت وكيتقاتل على راسو ما كيتسوقش اعداء النجاح، كيخدم 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 وكيخلي النجاح هو اللي كيهضر عليه. كاين النوع الثاني اللي كيشوف كيحاول حتى هو فهمتي كيقول هذاك خونا وصل راه غنحاول حتى نبذل الجهد ديالي وغنحاول ندير. وكاين النوع الثالث اللي غير كيشوف كيبقى يتنمى في هذا ويهضر في هذا ويدير في هذا، وكان ذاك الوقت اللي كيضيعوا في الهضره وفي النميمه وفي سي با كوا يضيعوا على راسو في الخدمه وفي القتال يتقاتل مع راسو باش يوصل لواحد الريزولتا غادي ان شاء الله يكون حسن وحسن بزاف. دونك اللي غنقول لكم الدراري انه توتي بوسيبل ان شاء الله في هذه الحياه، وتقاتل على راسك وربي ما غاديش يضيع عليكم الاجر ديالكم، والله يسهل على كل واحد ويسر لكم جميعا ان شاء الله تعالى. واحد النقطه واحده اخرى نسيت ما قلتهاش لكم الخوت، كاين اللي مثلا غادي يقدر يشوف بحال كيقول واحد انت في الغربه كندا كذا هذا، قسما بالله الى هنا والله لا عطاتك شي حاجه، البلاد ما كتعطيك والو الا ما تقاتلتي على راسك وما خدمتي بدراعك وفهمتي حيد عليا اللسان وكثرت الهضره. الا ما كنتي راجل وتقاتلتي بدراعك وكل شيء لك لوصلتي شي حاجه. كندا كاين اللي كيسحب لي ان كندا راه تخرج وتبقى تجمع في الفلوس، راه والله باش تجيب تعادل غير في السكنه والشراب والماكله ديالك راه ماشي سهل. كيف الدراري يعني حتى في اي بلاد فين ما كنتي ما تحقرش راسك، امن بواحد الهدف وخدم عليه. كيف كنقول لكم ديما الحياه راه ما كتعطيناش داكشي اللي بغينا، كتعطينا داكشي اللي كنستحقوا. قد ما خدمتي على شي حاجه قد ما دمرتي عليها ودرتي رسمتي لواحد الخطه واحد الهدف راك غادي توصل لها ان شاء الله تعالى. دونك الخوت ثقوا في راسكم وثقوا في راسكم وثقوا في راسكم وراكم قادرين توصلوا حتى نتوما ان شاء الله تعالى وغادي تحققوا كل شيء. وندير الكاسك ندير الكاسك ما نخسر التشويكه هاني كيجي تكون بالكاسك عاوتاني راه برا. وهادشي اللي كاين الخوت اللي غادي نقول لكم هو انه نتمنى تكونوا عشتوا معايا المغامره ديال 3 ايام هادي. بغيتوا شي ستيل جديد ديال الفيديوهات ولا شي حاجه نهضر عليها ان شاء الله مرحبا بكم في الكومونتيرات، خليوا لي كل شيء. وما تنساوش الخوت انكم ديروا جيم وتبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، ولا ما عجبكمش الفيديو خليوا لي ديسلايك وقولوا لي علاش ما عجبكمش الفيديو. والجرس الجرس الجرس اللي كاين هنايا ما تنساوش تضغطوا عليه ديروا لي تا هو بحال وضربوه بكاسك بكاسك بحال هكا. هادشي اللي كاين الخوت، وكيف قلت لكم انا في الاول والله ما عرفت الدراري كيف كيديروا ليها، كل واحد كيفاش كيعبر بالاكسيتاسيون ديالو فرحان، انا واخا فرحان ما كنعرفش كيفاش نعبر داكشي. انا المهم ماشي واحد الدار انا باغي نعس والله قسما بالله الا باغي نعس تكدك ديالها بصح ديديكاس ولاد لاباج فراني تعيش سيري تعيش فراني تموت فراني تموت يا دير والله الا باغي تمشي انا نتكات خوت. هادشي اللي كاين تهلاو ليه في راسكم ديديكاس ديديكاس.